تم مرشد قضائي اللي هو النجم في كل محكمة. تم مرشد قضائي تنجم تمشيله وتسأله كيفاش نجم تعمل شنو ما تنجم تعمل هذا ما في بالك شبيه؟ ما أنا ما نعرفوش في بالي شبيه. في بالك أنه الدولة تنجم هي تعين لك محامي في منظومة اسمها الإعانة القضائية للعبيد اللي دخلهم ضعيف والعبيد اللي بطالة؟ والله صدقني أنا حياتي الكل ما عنديها كيف المحاكم، وأنا الحكي اللي تحكي فيه أنا ما نعرفهاش، ما عنديش فكرة يعني. وما فهميش شكون يقول لي أصلاً يعني. في بلادنا لهنا تعمل إعانة عدلية مش ما تعملش ويوكلوا لك محامي، المحامية اللي ما يعملوها لك تكرهك من النهار اللي تولدت فيه. ما عنديش باش نعمل محامي، ما عنديش 300,000، أنا قتلي 300,000 وبيه يا معاك زاد. قتلي كون ظروفك تعبة معناها 300,000 وعملت معاك البيه كون ظروفك معناها تعبة، وأنا ما عنديش 100,000 مش 300,000. حتى كي باش تقف قدام أنت رئيس محكمة ولا رئيسة محكمة تحس روحك معناها عبارة ما نعرفش أنا داخل على بلاد كاملة وحدك أنت فهمني؟ تحس روحك حتى الكلام يرزم معناها. ما تلقى ما تقول فهمني، خاطر ما فهميش شكون يدافع عليك، فهميش شكون يضرب عليك. معناتها الانسان اللي عنده يعيش واللي ما عندوش يموت. يموت ازاي؟ كونه واحد انسان ما عندوش فلوس يمشي يولي يشوف روحه معناها انسان ذليل قدام القضاء، قدام العبيد، قدام مع روحك مع العبيد الكل. شوف روحك معناها ناقص برشا حاجات. علاش خاطر بلادنا خليها في قلبي خير. يظهر لي كان فما كونستا متفاهمين عليه اليوم الكل كونه إعادة النظر في القانون اللي ينظم الإعانة العدلية في تونس اليوم حاجة أساسية ما نجموش نتراجعوا عليها. تيسير النفاذ إلى العدالة نتحدث عن ثلاثة مستويات اللي هي مستويات زمنية. تيسير الوصول للمعلومة القانونية لمعرفة حقوقه ومعرفة واجباته، أي الإشهار القانوني أنه تكون الناس على المواطنين العاديين على معرفة في الحد الأدنى بالقانون المطبق في بلد معين. المسألة الثانية في صورة حصول نزاعات في ذلك القانون تيسير وصوله إلى القضاء، أي تيسير وصوله للمحاكم المطالبة بتلك الحقوق أو للدفاع عن نفسه في مسألة واجبات أو غيره. الثالثة هي تيسير إنفاذ الأحكام القانونية، وهكا نجيو على ثلاث مستويات في تيسير الوصول إلى العدالة. لازم يكون عندنا قانون نتاع إعانة عدلية اللي هو يكون عنده يوضح شنو هي مفهوم الهشاشة. الهشاشة مشكلة اقتصادية، راه معناها مش كي نقول انا قداش دخلي واذا كاني انا ما نخدمش معناها هذيك هو انا شخص مر بوضعية هش. فما البعد النفسي، فما البعد الجسدي، الاشخاص اللي يحملوا اعاقة، الاشخاص هذوما الكل يمروا بوضعيات هشاشة، لازم يكونوا القانون هو يتادابت للوضعيات نتاع الاشخاص، خاطر الاشخاص ما ينجموش هما يتادابت للقانون. القانون التونسي لا يعتمد الهشاشة الا في الهشاشة الاقتصادية، معناها اللي ما عندوش فلوس نعاونوه، في حين انه الهشاشة هي هشاشة وضعيات، مثال الموقوفين هما في وضعيات هشاشة. القانون التونسي مشى خطوة في الاعتراف بوضعيات هشة دون التزام معيار الهشاشة الاقتصادية، مثلا المرأة المعنفة، المتضررين في مجال العدالة الانتقالية، المتضررين من الجرائم الإرهابية، هذا كل أقر المشرع التونسي أنهم في وضعيات هشة وأقر لهم مساعدة قضائية، مثلا أنهم هم يتحملوش تكاليف التقاضي، أنه حتى تكاليف المحامين لا يتحملونها. العدالة مش عدالة طبقية فقط، مش عدالة فئوية بالمعنى الكلاسيكي. علاش؟ بالمعنى الكلاسيكي نعرف زاد الناس اللي موجودين في وضع اجتماعي ضعيف ما يمشيوش للعدالة،
نعرفوا اللي الى حدود الان اكثر ناس ما بيمشيش للعداله هي الصغار لانهم يخافوا، النساء لانهم ايضا اما ما عندهمش الامكانيات او يخافوا ايضا باش تشكي، باش تشكي بشكون؟ باش تشكي براجل من عائلتها، الاخ الاب الكل، وهذاك بيها يدخل في المخيل المجتمعي نتاعنا اللي هي ما يلزمهاش تشكي بالرجال. هذا جانب احنا مستانسين به اللي تزاد الان واللي احنا وعينا به في المجتمع نتاعنا وفي اغلب المجتمعات. ثم ايضا هالاقصاء هذا على اساس الاختلاف، لانه حقوق الانسان ماهيش مبنيه على الفئات، وانا ما نحبش كلمه فئات وما نحبش كلمه مجموعات، مبنيه على الفرد على الانسان. واذا الشخص هذا في حد ذاته عنده احساس بانعدام الامان ما ينجمش يمشي للشخص اللي باش يشكي قدامه، هو يعرف اللي باش تكون مصدر الانتهاك باش يكون غاديكا. ما ينجمش يشكي للدوله اللي هو يخاف منها، ما ينجمش يشكي للحاكم اللي هو يخاف منه، ما ينجمش يمشي يشكي قدام القاضي اللي هو ما عندوش ثقه في انه باش يفهمه. اكيد نحن الان في انعدام عداله على اسباب الاختلاف والتنوع.